أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل تخرج الفوج التاسع الذي أقامته الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية بمقر الجامعة، حيث تم تخريج 129 طالبا من طلبة الطب، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة تهاني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الخريجين وأولياء أمورهم وتمنيات سموه لهم بحياة مليئة بالسعادة وبمزيد من التفوق في مسيرتهم المستقبلية. وأكد سمو أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بتطوير الكوادر الطبية البحرينية وتأهيلها وفق أحدث المناهج والأساليب المتقدمة بما يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية النبيلة على الوجه الأكمل. ونوه سموه إلى أن التعاون مع الجامعات والكليات الدولية العريقة ومن بينها الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا يحتل مرتبة في خطوط الحكومة على صعيد الارتقاء بالقطاع الطبي والصحي، وهو الأمر الذي أسهم في المستوى المتميز الذي وصلت إليه الكوادر البحرينية من أطباء وتمريض. وأشار سموه إلى أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يشهد نهضة كبيرة سواء من حيث عدد المستشفيات والمراكز الصحية أو من حيث الكفاءات البشرية التي تضاهي نظيراتها العالمية في العلم والخبرة. وأشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية في رفد القطاع الطبي والصحي بكفاءات طبية وتمريضية وفق أعلى مستوى من التأهيل والتدريب. وتقدم سموه بخالص التهاني للطلاب الخريجين وأسرهم متمنيا لهم تحقيق ما يصبون إليه من نجاحات على المستويين الشخصي والعملي. وكان الحفل قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم قام سيد كينيث ميلي رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بتسليم الخريجين شهاداتهم. وألقى السيد ميلي رئيس الكلية كلمة عرب فيها عن خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية الحفل. كما ألقى الدكتور موريس مانينغ مستشار الجامعة الوطنية في إيرلندا كلمة توجه فيها بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته لهذا الصرح التعليمي، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلي راعي الحفل. وأكد أنه يتطلع إلى مزيد من التطوير وتوسيع الفرص التعليمية التي يوفرها هذا الصرح التعليمي في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشراكة في مجال التعليم العالي بين بلدين الصديقين من خلال الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا فرع البحرين تعد مثالا ممتازا للتعاون والمنفعة المتبادلة.